ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان في 11 مباراة قوية في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيواصل الحوار الوطني انعقاد جلساته في الأسبوع الرابع بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة، وبتعقد جلسات الحوار حول المحور الاقتصادي وسياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. النهاردة هتستمر فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر The Big Five Construct Egypt، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في صناعة البناء في مصر بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري. النهاردة هينظم مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي وبرامج الإعلام وتعليم الصحافة في العالم العربي، الفرص والتحديات، واللي بيناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في البيئة الإعلامية، وبتعقد الندوة في القاعة الشرقية حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 11 مباراة في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024، من أهمها مباراة منتخب البرتغال مع منتخب أيسلندا الساعة 10 لربع بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب بلغاريا مع منتخب صربيا.